ذاك عصر وعداني أنني نابني العام خطوب غير سر من أمور حدثت أمثالها تبتري عود القوي المستمر وتشكى النفس ما صاب بها. فاصبري إنك من قوم صبر. فاصبري إنك من قوم صبر. إنك والله لشاعر. كنت تعد الإبل وأناجيها. أبقي من ذلك لفتاتك. تخشى إن تعودت مناجاة الإبل أن تخلط في مناجاة الحبيبة حين تلقاها. وما علي، هذه سبيلي إلى تلك. حين يكتمل العدد المفروض. سيكتمل، سيكتمل مع الصبر. ألم تقل فاصبري إنك من قوم صبر؟ كل بعير نصيبه يقربني مسافة من فتاتي ويبعدني عنك مثلها. ما عليك أن تقترب من فتاتك وتبتعد عني. قد صارت بيننا صحبة ولا يهون علي فراقك. كل حي إلى فراق. هل هي جميلة؟ من؟ نعم أقصد أنني أراها أجمل النساء بعين المحب الوامق. وفتاتك؟ فتاتي من؟ هرة؟ معوية؟ هند؟ سلمى؟ كل هؤلاء؟ وغيرهن كثير. كيف يعشق الرجل غير واحدة؟ يعشق واحدة في كل مرة ثم ينساها أو ينساها ويعشق أخرى. وطنت نفسي ألا أعقل قلبي لامرأة واحدة كما لا أعقل جسمي في منزل واحد. أصحوت اليوم أم شاقتك هر؟ ومن الحب جنون مستعر. لا يكن حبك داء قاتلا، ليس هذا من كيماوية بحر. كيف أرجو حبها من بعد ما علق القلب بنصب مستسر؟ أتعرف رسم الدار قفرا منازله؟ كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله. ديار لسلمى إذ تصيدك بالمنى، وإذ حبل سلمى منك دان تواصل، وإذ هي مثل الرئم صيد غزالها، لها نظر ساج إليك تواغل. لهند بحزان الشريف طلول تلوح، وأدنى عهدهن محيل، وبالسفح آيات كأن رسومها يمان، وشته ريدة وسحول. أربت بها نآجة تزدهي الحصى، وأسحم وكاف العشي هطول. فغيرن آيات الديار مع البلا، وليس على ريب الزمان كفيل. بما قد أرى الحي الجميع بغبطة، إذا الحي حي
والحلول حلول. ثم تعجب من تنقل الفؤاد وتغيره. وهل كانت حياة العرب إلا كذلك؟ فكيف يقيم القلب على أمر لا يقيم إلا أن يكون كهذا الحجر؟ تنبو عنه حوادث الأيام وصروخ الدهر وهو على حاله ملموم.